السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخوة الإيمان والإسلام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في خواطر تحدي الخير في رمضان بعد صلاة التراويح. شغلنا عنكم شوية في اليومين اللي فاتوا، كانت أعمال شاقة شوية، ولكن الحمد لله أننا نلقاكم على خير. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. فضلنا 5 أيام، 5 ليالي. أنا مستغرب جدا إن الناس كلها نفسيا كده بدأت تتهيأ للعيد. عيد إيه حضرتك؟ لسه بدري، لسه بدري خالص. أوعى تجيب سيرة العيد أصلا على ذهنك. إن شاء الله ربنا يبلغنا العيد وهيفرحنا في العيد بإذن الله وجميع المسلمين، ده أمر آخر. لكن إياك أن تغلب علينا الانهزامية فنظن إن رمضان انتهى، فتفطر الهمم وتقل العزائم وتقل الطاعات. لا، احنا في اعظم ايام العمر على الاطلاق. ما تبقى من هذه الليالي الخمس دي اعظم ما يمر عليك حتى في رمضان كله الان. ليه؟ لانها غالبا كانت معظم الليالي التي وقعت فيها ليلة القدر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في السبع الغوابر. يعني اهم 7 ايام، اهم اسبوع في رمضان على الاطلاق، اخر اسبوع فيه هو ده بقى اللي بيبان فيه الصادقون، يظهر فيه المخلصون، يظهر فيه المصرون على أن يخرجوا من رمضان وقد غفر لهم وكتب الله لهم العتق من النار. فما تدركون أمامكم لا يزال. أنت الآن في قلب المعركة وفي قلب الحدث، فإياك إياك أن تفطر عزيمتك أو أن تقل همتك، بل بالعكس، ده احنا هنعتبر ان ال3 اسابيع اللي مضوا من رمضان كانت بمثابة التوطئة والتقدمة لهذا الاسبوع الاخير في رمضان. الاسبوع الاخير اسمه اسبوع الجمع بين الطاعات، مش مجرد طاعة واحدة. كل ما يخطر ببالك من طاعة فافعلها حالا ولا تؤخرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التؤدة خير في كل شيء إلا في أمر الآخرة. التؤدة يعني التأني والهدوء، ربنا يحب التأني والتؤدة في كل شيء إلا في أمر الآخرة. فقال الله عز وجل: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فخلي بالكم يا أخوانا، الأسبوع الأخير من رمضان هو أهم أسبوع من أسابيع عمرك كلها، فاحرص على ألا تفطر عزيمتك وتقل همتك. وفقنا الله وإياك لما نحب ونرضى. طيب يا شيخ، ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال التمسوها في الوتر من العشر الأواخر، وإحنا بنتابع كده مع إخواننا موضوع الشمس والعلامات وهذه الأمور، وفي البعض بيقول إنها ظهرت ليلة 21 أو 22، وفي البعض بيقول لسه ما ظهرتش. نعمل إيه؟ نعمل إيه يا مولانا؟ شوف، أنا فاهمك حاجة، والحاجة دي مش هتعرف تفهمها إلا من المتخصصين، فركز معايا في الكلام اللي أقوله لك دلوقتي. هيكون كلام علمي شوية، لكن مهم إنك تعرفه حتى لا يضيع العمر كده بدون أكبر قدر من الاستفادة منه. مفيش حاجة اسمها علامات ليلة القدر. مفيش حاجة اسمها علامات ليلة القدر. لا، ثواني كده، يعني إيه اللي أنت بتقوله ده؟ يعني مفيش حاجة اسمها علامات ليلة القدر. ازاي يا شيخ؟ ما انت لسه قايل لنا خطبه الجمعه ومن اماراتها والامارات القبليه صحيح، هذه احاديث نرويها لنبين مدى اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه للصحابه في بادئ الامر ان يلتمسوها ويتحروها ويبالغوا في تحريها حتى يستقيموا عليها، ثم اذا استقاموا عليها خلصت العلامات. يعني ايه يا مولانا مفيش علامات ليله القدر؟ ايوه، هذه العلامات خاصه بالنبي عليه الصلاه والسلام لما كلم الصحابه في السنه التي كلمهم فيها عن ليله القدر. يعني هذه العلامات ليست علامات مضطرده مستمره تفضل معانا، لا خالص، ما حدش قال كده من العلماء، ما حدش قال كده من اهل الحديث، من الفقهاء. تقول لي: يا خبر ابيض، ده الموضوع ده جديد جدا عليا. ما انا صوت اتنبح من هذه القاعده. أنا بقول لك قاعدة قديمة قوي وبحاول إن الناس تفهمها معايا، بس ما حدش واخد باله من الموضوع. إيه الموضوع؟
شوف سفيان بن عيينة بيقول إيه؟ الحديث مضلة إلا للفقهاء. تاني كده، الحديث مضلة إلا للفقهاء. إنك تعتمد في الأحكام الشرعية على الحديث فقط ده ضلال. ده إيه الكلام الصعب ده؟ والله مش صعب، ده الكلام اللي قاله لنا العلماء حتى يبرئوا ذمتهم من الله أمام الله عز وجل من الخلق. طب يعني إيه الموضوع؟ شوف أنت ابن وهب بيقول لك إيه؟ بيقول لك كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال، ولولا أن الله أنقذنا بمالك والليث لهلكنا أو لضللنا. بيقول كل صاحب حديث لو ملوش إمام في الفقه يبقى ضال، ولولا أن الله أنقذنا. وابن وهب كان من أهل الحديث، بمالك والليث، مالك بن أنس، الإمام مالك إمام دار الهجرة، والليث بن سعد أيضا كان مجتهدا مطلقا في زمن الإمام مالك، وبنفس رتبة الإمام مالك أو أعلى شوية في العلم الليث بن سعد. لهلكنا، لولا أن الله أنقذنا بهم لهلكنا. القاضي عياض في ترتيب المدارك بيوضح كلام ابن وهب ده، بيقول قال ابن وهب كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال، ولولا أن الله أنقذنا بمالك والليث لضللنا. قيل له كيف ذلك يا ابن وهب؟ قال أكثرت من الحديث فحيرني، كنت أرى الحديث ولا حديث تاني يعارضه، والأحاديث ضد بعضها مش عارف أمشي وراء أنه حديث، فحيرني، أصابني شيء من الحيرة والشك والتردد، فكنت أعرضه على مالك والليث فيقولون لي خذ هذا ودع هذا، هذا يعمل به وهذا لا يعمل به. شفت بقى الموضوع ماشي ازاي؟ لازم نخلي بالنا من الامور دي. من الهذيل بيقول كنت اعرض الحديث على زفر الفقيه صاحب ابي حنيفه فيقول خذ هذا ودع هذا، هذا ناسخ وهذا منسوخ، هذا يعمل به وهذا لا يعمل به. فخلي بالكم روايه الاحاديث يا اخوانا وقراءتها حاجه، وفقهها وان انا اعرضها على بقيه الاحاديث وأجمع أحاديث الباب وأعرضها على أصول الشريعة وأشوف ما يتفق وما يخالف وبعدين أطلع لك بالحكم الشرعي. يعني يا مولانا موضوع علامات ليلة القدر ده إيه؟ شوف أخوانا، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الأحاديث كثيرة جدا في كتب السنة ومروية عن علامات ليلة القدر. معظم الأحاديث التي رويت فيها ضعيفة إلا حديث أو حديثين هتلاقيهم في صحيح مسلم وفي بعض أهل السنن وعند بعض أهل السنن وأيضا أصله في البخاري. حديث أصح حديث في الباب حديث زر بن حبيش قال أتيت أبي بن كعب فقلت إن أخاك ابن مسعود يقول من يقوم السنة، يقوم السنة كلها، يصب ليلة القدر. فقال أبي أراد ابن مسعود ألا يتكل الناس، بل إنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها في العشر الأواخر من رمضان، وأنها ليلة في الليلة 27، ثم حلف لا يستثني، أقسم بالله أنها ليلة 27. قلت، زر بن حبيش بيقول لأبي، قلت علامة يمينه، بتحلف ليه طيب؟ إيه اللي خلاك تحلف؟ ده أنت كده يعني مستيقن جدا. قال من العلامة، من أماراتها التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن شمس صبيحتها تطلع بيضاء لا شعاع لها. خلاص كده؟ طيب. وعندنا حديث تاني في عند أهل السنن عن العلامات القبلية أنها ليلة طلقة بلجة لا حر ولا باردة، وأن شمس صبيحتها تخرج حمراء ضعيفة. إحنا بنروي الأحاديث دي ليه؟ عشان نقول لك النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر الصحابة بليلة القدر في أول إخبار ليهم قال لهم ونزلت سورة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر، وقال لهم إن ربنا من عليكم بحاجة اسمها ليلة القدر، العمل فيها أعظم من عبادة 83 سنة، فاجتهدوا وتحروها. طب هم قبل كده صاموا كذا رمضان، يريد أن يعودهم، فقال لهم لا، ده ليها علامات وليها أمور معينة حتى ينشغلوا ويفكروا فيها، لكن لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه العلامات مضطردة إلى يوم القيامة ومستمرة إلى يوم القيامة.
صحيح، احنا كنا في بداية الطلب ننشغل ونطلع فوق سطح المسجد ونقعد نبص على الشمس ونطلع على البحر ونشوف الشمس طالعة ايه ونقول الله اكبر، والمرة دي نشوفها ملهاش شعاع ونقول، وتاني يوم نلاقي طلع في مكان تاني اخوة صوروا ليها شعاع. كلنا مرينا بهذه الامور، قطعا لابد ان نمر بهذه الامور، لكن الحكمة ظلت المؤمن. كل ما الانسان الحمد لله يعني يزداد من الاطلاع والمعرفة تزداد معارفه ومداركه وتكون الحكمة ضالته أيا كانت. طب أمال إيه يا مولانا؟ خلي بالكم يا إخوانا، مفيش حاجة اسمها إن الشمس هتطلع لا شعاع لها. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ذلك كما يقول ابن حجر، وأنا هديك مثال بقى، شوف ابن حجر وهو أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث يعني محدث مفيش في أعلى درجات طبقات المحدثين، وهو أيضا مجتهد المذهب الشافعي، فهو وصل إلى درجة الاجتهاد في المذهب الشافعي، من مجتهد المذهب الشافعي زيه زي النووي والرافعي الإمام ابن حجر، فهو جمع بين قمة الفقه وقمة الحديث. فشوف بقى لما تاخد كلام من محدث وفقيه وهو في القمة كابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه. ابن حجر يقول لك إيه؟ يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم وإن شمس صبيحتها تخرج بيضاء لا شعاع لها، يتكلم عن حالة الرائي لا حالة الشمس. وبالتالي كان يكلم الصحابة اللي قاعدين يقول لهم السنة دي ليكوا انتم ليلة القدر اللي هتطلع هتشوفوها السنة دي في ظل الظروف والطقس اللي حاصل في سنتنا وفي شهرنا ده وفي اسبوعنا ده، انك هتبص لها هتلاقي شمسها لا شعاع لها. طب علماء الفلك بيقولوا ايه؟ علميا يا اخوانا الكلام ده ما ينفعش، مفيش حاجه اسمها الشمس ملهاش شعاع. العلماء بيقولوا احنا عندنا من ساعه ما طلعنا القمر وفي كاميرات واقمار صناعيه تجول في الفضاء ترصد حاله وحركه الشمس والقمر بجزء من الثانيه. لو ان الكاميرات رصدت حاجه زي كده ده كان يبقى يعني حدث ما فيش بعد كده. طبعا يطلع لك بقى واحد يعني راجل بتاع تحاليل طبيه ويسمي نفسه دكتور في الاعجاز العلمي، انا ما اعرفش الكلام ده بيجيبوه منين، ويقول لك وكاله ناسا بتخبي واطلعت على الحقيقه حتى لا يسلم الناس، وجاب اسم عالم مجهول اسمه كارنر وهو راجل بتاع تحاليل اسمه مصطفى السيد تقريبا بتاع الاعجاز العلمي، ويطلع لنا برضه واحد تاني في هذه الايام يتكلم لك عن الطاقه والارقام اسمه منصور كيالي هذا الرجل السوري. يا اخوانا هذه الامور كلها عند المتخصصين من اهل الدربه ومن اهل الصناعه والفن، صناعه الفقه والحديث، ملناش علاقه بالكلام ده. الكلام ده يروح يقولوه كده في برنامج اعلامي جميل يخلي الناس تقول واو، لكن في دين الله ده لعب. ده في دين الله اسمه تهريج. عندنا احنا المتخصصين ما نعرفش الكلام ده. النبي عليه الصلاه والسلام ما ينطق عن الهوى، لكن في فرق بين انك تقول الاحاديث وانك تفقهها حضرتك. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ نضر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فاداها كما سمعها، فرب مبلغ اوعى من سامع، ورب حامل الفقه الى من هو افقه منه. فاوعى تشيل الفقه من الحديث والا هتضل، زي ما قال ابن وهب وزي ما قال سفيان بن عيينه، الحديث مضله الفقهاء. يبقى حضرتك لما تسمع الاحاديث دي اعرضها على الفقهاء عشان تعرف الحكم فيها. كمان علماء الفلك بيقولوا لنا ان علميا لا يصح ان الشمس ما يبقاش ليها شعاع، لان لو شعاع الشمس توقف لتجمدت المجموعه الشمسيه اصلا، احنا كلنا كده استحالت الحركه على الحياه، ولان الشمس حركتها كونيه ليها علاقه بنظام كوني، ملهاش علاقه خالص بالامور اللي بتتغير كل سنه. أما قضية ليلة القدر اللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام وعلامتها كان يحفز الصحابة في سنتهم على ليلة القدر الأولى عندهم كي ينشغلوا بها ويتحروها، ولم يقل أنها قاعدة مضطردة وعلامات مستمرة إلى يوم القيامة. ده بيقول لهم ليكم أنتم في ظل الظروف الطقسية الجوية اللي حاصلة في سنتنا في أسبوعنا ده أو في الشهر بتاعنا ده. ولما قالها النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فبلغه إياها لما اعتكف العشر الأوائل من رمضان، قال له إنما تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأواسط قال إنما تطلب أمامك، فخرج النبي عليه السلام على الناس وقال لهم أتاني جبريل فأخبرني أنها في العشر الأواخر في الوتر منه فتحروها، فاعتكف واعتكف معه النبي المؤمنون، وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف
حتى مات صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى ده أصح علامة وردت إن شمس صبيحتها تخرج لا شعاع لها. الحديث ده صحيح ولا ضعيف؟ صحيح طبعا. والنبي عليه السلام قال ولا ما قالوش؟ قالوا طبعا. لكن فقه الحديث ده إيه؟ فقه الحديث إنه كان يخاطب أصحابه ويتكلم عن الظروف الطقسية المناخية في سنته، ليحثهم في بدء الأمر على الاهتمام وتعظيم شأن ليلة القدر، ولم يقل أنها علامة ثابتة إلى يوم القيامة خالص. رخر الإمام ابن حجر يقول لك إيه؟ يقول لك ما هو ده سبب إن أبي بن كعب بيقسم إنها ليلة 27، فهو يقسم على الليلة التي أدركها، لأن ثبت من حديث أبي سعيد الخدري عند أهل السنن إنه النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن أمراتها وإني أريتها، شاف رؤيا أني أسجد صبيحتها في ماء وطين. فأبو سعيد الخدري وكذلك أنس، واحد قال إنها كانت ليلة 23 وأنس قال إنها كانت ليلة 24، بيقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد واجتمع الغيم علينا في صلاة الفجر وأمطرت، ورأيت أثر الطين على جبهه وأنفه صلى الله عليه وسلم. فابن حجر بيقول إن ده دليل على إنها ليست ثابتة، كل سنة لها ليلة القدر الخاصة بها ولها ظروفها وملابساتها. فهذه العلامات قصد بها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر في سنته التي تكلم فيها عن هذه العلامات. شفت بقى فقه الحديث يفرق عن رواية الحديث ولا لا؟ احنا طبعا لو كنا بنقرأ الأحاديث دي وبنفهمها زي ما كنا الأول ونطلع ونجري ونبص للشق، إنما لا، دي خاصة بعصرهم في سنتهم وفي زمانهم. كمان هذه العلامات اصلا ليست ثابته. شوف المبنى حجر لما شوف عقليه الفقيه المحدث لما يجمع لك كل الادله يقول لك طب ما هو مره يقول لك ليله طلقه بلجة لا حاره ولا بارده، طب والليله اللي مطرت فيها هي دي كانت كده طقسها معتدل لا حاره ولا بارده؟ قال لها ما حصلش ده. وبعدين قال ايه كمان؟ ده رمضان بيدور على فصول السنه كلها ولا ايه؟ انتوا ناسيين؟ فاحيانا يجي في الصيف واحيانا يجي في الشتاء. طب اذا جه في وقت الشتاء في وقت السنو في عز فبراير ولا يناير ونزل في السنو ونزل في النسب، يبقى ده كده ايه؟ ليله معتدله لا حاره ولا بارده؟ ده اسمه كلام برضه. فالامام ابن حجر بيقول هذه علامات ليست مضطرده. يعني ايه مضطرده؟ يعني ليست مستمره، انما المخاطب والمعني بها الصحابه اللي سمعوا من النبي عليه الصلاه والسلام في سنتهم في عامهم عن أمارات تلك الليلة. كمان بيقولوا إنه أحيانا أصلا الشمس في غير ليلة القدر، لو إنها وصف للرؤية وليس وصف لحالة الشمس، حتى الأئمة الفقهاء زمان بيقولوا هذا وصف للرؤية وليس وصف لحالة الشمس، لأن الشمس لا ينقطع عنها الشعاع بحال. قال الله عز وجل والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. قالوا الظواهر الكونية خارجة عن الموضوع ده، ملهاش علاقة. الظواهر الكونية منذ أن خلق الله السماوات والأرض وهو خلى حركة الشمس محسوبة لن تتغير إلا مرة واحدة يوم القيامة بس خلاص، لما يأمر الله بفناء العالم وتقوم القيامة. غير كده لا دخل للظواهر الكونية بالأمور اللي بتحصل لنا. دلوقتي أنا وضحت لحضرتك إيه؟ وضحت لحضرتك الفرق بين رواية الحديث وسماعه وإن احنا نتناقله، وبين فقه الحديث وما يفهم منه وما يؤخذ منه. أنا عايزك تحفظ القاعدة دي كده زي ما أنت حافظ أسماء ولادك. قال ابن وهب كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال، ولولا أن الله أنقذنا بمالك والليث لضللنا. وقال سفيان بن عيينة الحديث مضلة إلا للفقهاء. طب انت بتقول لنا الكلام ده ليه يا مولانا كده؟ ده احنا بقى كنا منشغلين والموضوع حلو وعمالين نقول الله الليله النهارده جميله، الليله مريحه، ده الشمس طلعت بشعاع، ده الشمس طلعت لا حضرتك ما ينفعش الكلام ده، لان الناس بدات تعمل ايه؟ تهتم بالليالي الوتريه وتسيب الليالي الزوجيه، صح ولا ايه؟ طيب، واحنا قلنا لكم في خطبه الجمعه كلام الامام ابن تيميه رحمه الله تعالى لما بيقول إن الوترية والزوجية واحد، ليالي الشفع وليالي الوتر في العشر الأواخر واحد، لأن الأحاديث أحيانا يقول النبي عليه السلام يقول فالتمسوها في سبع بقين، في تسع بقين، في خمس بقين،
بقين يعني لسه باقيين. فقال يبقى دي الليالي الزوجية. وقال في الوتر في 21 مضت في 23 مضت يعني الليالي الوترية. فبيقول الأحاديث نفسها جاية مرة يقول مضين ومرة يقول بقين. كمان إن الليالي الوترية والزوجية هتختلف على حسب رمضان، هيجي 29 يوم ولا 30 يوم. فإذا وقع 30 يوم كان الليالي الوترية وترية، وإذا وقع 29 يوم كانت الزوجية هي الوترية. شفت بقى الموضوع؟ فأنا ضروري إن أفهمك الفقه من هذه الأحاديث عشان تعرف إنك مطالب إنك تهتم بالعشرة الأواخر كده كلهم على بعضهم. ويبقى أصرح حديث في الموضوع هو التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. فنهتم إحنا بقى بالموضوع. هفضل لنا 5 ليالي، دول أعظم لحظات العمر اللي بتمر علينا دلوقتي، لا يمكن أن نفرط في واحدة منها. بل كل ما مضى من رمضان ده حاجة، والأسبوع الأخير من رمضان ده حاجة تانية خالص، كأن كل اللي أنت كنت بتعمله في رمضان تدريب وتوطئة. طب إيه المطلوب مننا يا مولانا؟ يبقى واحد، سيبك بقى من قصة شفع ووتر والليالي الوترية والليالي الزوجية دي، بس عشان إيه إحنا نزيد الهمم. لكن حقيقة الأمر إنها في العشر الأواخر من رمضان. 1. 2. إن هذه العلامات كانت خاصة بالصحابة المخاطبين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما كلمهم عن تلك العلامات، خاصة مرتبطة بسنتهم، بأسبوعهم، بشهرهم، بحالة الطقس والمناخ آنذاك. 3. إن الظواهر الكونية لا علاقة لها بالنصوص الشرعية إلا ما بينها ربنا تبارك وتعالى. فما ينفعش حاجة اسمها الشمس تطلع من غير شعاع، إنما النبي عليه الصلاة والسلام لما قال كده قصد حال الرؤية وليس حالة الشمس. حال الرؤية وليس حالة الشمس. 4. اهتم وأخرج كل ما عندك. مطلوب مني إيه؟ يعني أعمل إيه؟ أخرج كل ما عندك بما يسمى الجمع بين الطاعات. الجمع بين الطاعات. أعمل إيه يعني الجمع بين الطاعات؟ أنت فاكر الحديث اللي في صحيح مسلم لما النبي عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه وبقى يسأل كده، قال لهم من منكم اليوم أصبح صائما؟ قال أبو بكر أنا. من منكم اليوم عاد مريضا؟ قال أبو بكر أنا. حدش بيتكلم، هو أبو بكر بس. قال أبو بكر أنا. من منكم اليوم فطر مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. من منكم اليوم تبع جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. انتوا عارفين حالة الجمع بين الطاعات؟ إن أبو بكر صاحي من النوم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مش مخلي قصاده، ما فيش باب من أبواب البر والخير والإحسان إلا وهو سابق فيه، داخل فيه. هنا شهود جنازة، وراها عيادة مريض، وراها إطعام مسكين، وراها هو نفسه صاحي جائع. ولو كان النبي صاحي صائم، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم سأل أسئلة أخرى أكيد برضو كان أبو بكر هيتكلم ويقول أنا. دي حالة أبو بكر في طول حياته. احنا عايزين بس نعيش الأسبوع الأخير ده ونسميه كده أسبوع أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يعني أنت ما تسيبش طاعة، تصحى من النوم كده جه على دماغك صدقة تصدق، جه على دماغك صلة رحم صل الرحم، جه على دماغك ذكر اذكر، جه على دماغك قراءة قرآن اقرأ قرآن، جه على دماغك صلاة تقعد تصلي الضحى 100 ركعة صلي. لا تترك شيئا من الجمع بين الطاعات إلا وفعلته في هذا الأسبوع. تقول لي أنت بتشدد علينا ليه يا مولانا؟ ما النبي عليه الصلاة والسلام قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، ما يكفينا القيام وخلاص، واحنا نحافظ على القيام طول العشرة وخلصنا. لا حضرتك، ما هو النبي عليه السلام قال ده القيام ده خاص بالايه؟ بالمغفرة. خلاص هتقومها ان شاء الله، نسأل الله يبلغنا واياك ذلك، ربنا هيغفر لنا اجمعين بفضله وكرمه ان شاء الله تعالى. انما في حاجة اسمها بقى ايه؟ خير ليلة القدر. في خير بيحصل، الخير ده نصيبك من السنة، من العافية والهداية والرزق والسلامة من الآفات والأمراض ومضاعفة الأجور والحسنات، ده قصة تانية. أجر خير ليلة القدر ده مرتبط على إيه؟ على قدر طاعتك في رمضان. افتح لك كده إيه؟ كتب الطاعات، الفصول بتاعتها. في باب الصدقة أنت وصل فيه للدرجة الفلانية، في الصيام حفظ الصيام
وصل فيه للدرجة الفلانية، إطعام الطعام وصل فيه للدرجة الفلانية، صلة الأرحام وصل فيه للدرجة، أعمال القلوب. فإذا لو أنا قصرت وأنا مش راضي عن نفسي في الأيام اللي فاتت من رمضان، رمضان لسه ما خلصش، وأوعى تفكر في العيد. معاك أهم 5 أيام في عمرك هذا العام، 5 أيام وال5 ليالي المتبقية من رمضان. فخلي شعارك الأسبوع الأخير من رمضان أسبوع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، شعاري فيه الجمع بين الطاعات، لا أترك بابا إلا وأدخله. وفكر بقى في طاعات أنت ما عملتهاش قبل كده، فكر فكر إيه الطاعات اللي أنت ما عملتهاش قبل كده. هل أنت تطوعت إنك تروح تزور المرضى في المستشفى؟ مش ما بقولش في ظل كورونا يعني، أنا بقول قبل كده كنت متعود مثلا إنك تروح تزور الناس في المستشفى وتعرض عليهم أدعية من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هل كان بيجي في ذهنك إنك تجيب أسماء ذوي أرحامك وأقاربك وإخوانك وأصحابك وجيرانك وتجمع لهم كده دعاء وتخص كل واحد بدعوة بما تعلم من حاله ما يصلحه؟ واحد عنده مشاكل اجتماعية تدعي له بأن ربنا يصرف عنه هذه الهموم والغموم، واحد عنده دين تدعي له أن ربنا يقضي دينه، واحد عنده مشاكل مع أولاده تدعي له أن ربنا يقر عينه بأولاده ويصلح له أولاده، واحد عنده مشاكل مع دي، عبادات احنا هجرينها. خلي بالكم من هذه الطاعات، لا تترك شيئا يقربك من الله عز وجل في هذا الأسبوع المتبقي إلا وارفع فيه شعار أبي بكر الصديق رضي الله عنه: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. دي حالة أبو بكر، بس أنا نخليها الأسبوع الأخير. أبو بكر كان كده طول السنة ما شاء الله، فارس فارس بلا جواد. شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول: إن للجنة 8 أبواب، فمن كان من باب الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من باب الزكاة نودي من باب الزكاة، ومن كان من باب الصيام نودي من باب الريان. أبو بكر قاعد كده يسكت أبدا، يقول له: يا رسول الله 8 أبواب، وهل هناك من يدعى من أبواب الجنة 8 كلها كده؟ ما سابش باب من أبواب الخير اللي هو فيه. قال: نعم، وإني لأرجو أن تكون منهم. يا سلام يا سلام على سيدنا أبو بكر ده. سيدنا أبو بكر، عمر بن الخطاب نفسه، عمر لما أراد أن يسابقه بيقول كده: فضلت أنا ملتمس أحواله، قلت بقى خلاص. فمر النبي عليه الصلاة والسلام دعانا إلى الصدقة، قلت: اليوم لا يسبقني أبو بكر، أنا قاعد بقى مترصد له. فأتيت بنصف مالي ووضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما تركت لأهلك؟ قلت: مثله يا رسول الله. وجاء أبو بكر فوضع ماله كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. قال عمر: والله لا أسبقك إلى خير أبدا. أنا يئست منك يا أبو بكر، أنا يئست. دي كانت حياته كلها إمام السابقين إلى الخيرات بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبيين، هو سيدنا أبو بكر الصديق. إحنا عايزين الأسبوع ده بس نكون إحنا فيه من أبناء أبي بكر الصديق، من أحفاد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. خليك زي المنشار، لا تترك خيرا إلا وتقعد عليه وتذهب فيه وتدخل بابه حتى يمن الله علينا بخير ليلة القدر. ده غير قضية المغفرة من الذنب إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يخرجنا من رمضان وقد غفر لنا أجمعين، وكتب لنا العتق من النار، وثبت لنا أجر ليلة القدر، ورزقنا خيرها كله تاما غير منقوص بفضله وكرمه، آمين. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ذا الجلال والإكرام. اجتهدوا يا عباد الله، نسألكم الدعاء لنا وللأمة. نسأل الله أن يرفع الكرب والبلاء ويكشف الغم عن المسلمين أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونلقاكم على خير إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.